ضيوفنا الليلة في سراي فنان يهاب الفن من قوته في درب الزلق شك طريجة وغيرها من الأعمال الفنية اللي ما نسيناها. نجح في تقديم العديد من الكاركترات الصعبة، ما هو هين بدواره. هالسنة يطلع علينا وعلى جمهوره بمسلسل هود الليل وبرنامج ليوان، وهو الفنان سمير القلاف. أما ثاني سراينا الليلة إيه الفنانة ياسة، وما أدراك من هي ياسة. إيه الملح قبله، دمها خفيف بالكوميديا وثقيلة وزن بالفن، اسمها طنة ورنة بالكوميديا جبارة. ساعة نشوفها سوسة وساعة فتانة وساعة تحط حيلهم بينهم. مشت بالكوميديا دروب كثيرة وقدمت أعمال ما هي هينة، لينة بتعاملها مع الشاشة نحبها بكل حالاتها. طيبة شريرة إيه نجمة في قلوبنا سكنت. ياسة هالسنة طلع على جمهورها في ثلاث أعمال تنوعت ما بينهم، فكانت بطلة في مسلسل بطن وظهر وياسين عبد الملك والفرج بعد الشدة. الليلة سراينا بشع نورة مع غادة الرزوقي وضيوف حلقتنا الليلة. حي الله من يانا وكان سراينا الليلة. مشكورة يا منى على هالتقرير الحلو، عساك من عوادة إن شاء الله. قربنا نخلص يعني شهر رمضان، فينعاد عليك بكل صحة وعافية أنت والأهل كلهم إن شاء الله. مساء الخير ياسر، مساء الخير أستاذ سمير، سعداء بوجودكم ويانا الليلة. احنا أسعد والله، احنا أسعد، وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر وعيدكم مبارك وقرقيعان كلهم كلهم مرة واحدة هبنير مرة واحدة نير من الاخر هابي نيو يير لسه بدري احنا نسحب الخط مره واحده لانك مقله ياسا، انت ما تطلعين لقاءات تلفزيونيه، قليل جدا يعني انك تظهرين على الشاشه ببرامج، ليش؟ ما عندي شيء اقول لا واخاف اقول اجيب العيد، فعشان كذي الم الدنيا قاعد اتوهق بالاسئله ما اعرف اجاوب. اي ليش الوضع صاير حساس جدا بالوسط الفني، اي كلمه تنقال ممكن تاثر حسب غلط. صحيح والله. ايش رايك استاذ سمير؟ والله انا اقول اللي بالقلب على اللسان، وهذا اللي مودينا ورا الشمس. ليش واحد يحكي الصيف كل شيء؟ الواحد يتحكى الصج. واليوم نهنيكم على المسلسلات اللي قدمتوها، هود الليل من المسلسلات اللي قاعدين يتابعونها الناس بكثرة، خصوصا أنه يعني يرجعنا للزمن الماضي، والسنة هذه وايد مسلسلات التراث. والسنة ما شاء الله قرقيعان، يعني غير الانتاج الكويت تاج الخليج، كثرة المسلسلات يعني زحمة. أيوة. واحد ما ادري شي طالع. أيوة. حتى احنا انا كممثل ما طالع اللي اشتغلته. ما انت حتى انت حتى الليوان هم من ماخذ التراث فيه البرنامج. أيوة. الليوان ماخذ التراث فيه. الليوان هو ما ينعد يعني كانه فيلم وثائقي قصير يتحكي عن تجار الكويت واصالتهم وامانتهم ويعني ونخوتهم. صحيح. ما اعتبره يعني كنا وثائقي كذي. أي. مرور الكرام يمر. بس ياسا انت منوعه يعني ما شاء الله، ترى حتى انا بالليوان كنت موجوده. كنتي موجوده بالليوان؟ كم دشيت شوي وطلعت كم حلقه كذي؟ تقريبا 4-5 حلقات. حلوين حلوين. وموجوده بالفرج بعد الشده، وهو تراثي صرف ويتكلم عن الكويت وسنه مهمه بتاريخ الكويت. صحيح. شو اسمه بطن وظهر، هالمسلسل انا صراحه وايد عاجبني، والكوميديا مالته جميله وخفيفه. صح. كبريت لايت. وايضا عندك مسلسل ثالث اللي هو ياسين عبد الملك. صح. ثلاث ادوار مختلفه تماما، ثلاث مسلسلات كل واحد ماخذ خط مختلف. صح. صدفه ولا تخطيط؟ لا والله صدفه. أيه. يعني هو الفرج بعد الشد، هو كان تصوير الفرج بعد الشدة مع ياسين عبد الملك. بس بطن وظهر هذا آخر شيء تصور عقب ما خلصنا العملين. دخلنا تصويره، فأنا كان المفروض أنه هو مو حق رمضان. فبعدين تفاجأت أنه دخل الدورة الرمضانية، يعني توقعت أنه بعد رمضان ينعرض فيكون في مساحة أن الناس تشوف. أيه.
حلو. الفرج بعد الشدة هو لأنه تراثي بحت، فأنا من الناس اللي تحب التراث وايد. وياسين عبد الملك دور طفرة بالنسبة لمسيرتي كلها، ما عمري سويت كذي. فكان أقول يلا. من أي ناحية طفرة؟ ما أمثل أدوار الشر نهائي. ولا وشر فيه كوميديا، هو متعب بس ان يعني تحاولين توازنين بين الحالتين، يعني بين الكوميديا والشر. لكن الحمد لله الله ستر عدت. الحمد لله. الحمد لله. ايش رايك نشوف بعض اللقطات من ياسين عبد الملك ونرجع لكم؟ هاو ابو محمد ايش فيك؟ راسك مفتر. اي راسه مفتر. بس العلاقة بينك وبين الفنان الكبير سعد الفري مميزة جدا، واشتغلتي معاه أكثر من عمل، شلون توصفينها؟ لا هو التعامل مع أستاذ سعد جميل، وبعدين يعطينا حرية في الأداء، ما يوقف أحد أو يمنع أحد، ولو كان في أي ملاحظة يعطيها بينه وبين الممثل عشان صوت واطي عشان ما يحرجه. نعم. ويعطينا الإحساس للأمانة. يعني خاصة أنا أذكر كنا في أبو كريم في رقبة سبع حريم. نعم. كنا واقفين برا البيت بنصور عشان بندش البيت، فهبد شو تقول بطلة عيون شو تقول نفخ بعيوني. قلت لها ليش؟ شو تقول لي مو عشان نبكي؟ قلت لها راح نبكي لا تحاتين. شو تقول لي زين احنا قاعد نضحك وين وقت البكي؟ كان أقول لها الحين نطري. قالوا أكشن دخلنا تبارك الرحمن، هو معطينا ظهره واحنا دموعنا تصب، معطينا الإحساس حتى وبظهره. اي سبحان الله شفتي شلون شغل ممتع معه فعليا. يعني انا اسميه صراحه عملاق من عمالقه الفن. صحيح. العربي. صحيح. للامانه كذا نجم قال لي هالكلمه، انه يفرش للي قدامه، انه يعطيه مساحته. استاذ سمير انت مشتغل معاه وايد. صحيح الكلام اللي تقوله، يعني ابو بدر ما شاء الله عليه حتى لو اللي قدامه ضعيف يقويه عشان يقدر يجاري. حلو. بس عاد بالكوميديا انت اشتغلت وياه صح؟ انا كوميدي. شلون الوضع بالكوميدي؟ هو الكوميديا يعني احنا على قولتهم كوميديا اللحظة، يعني نحب هذا النوع من الكوميديا. يعني بنفس الوقت انا ما ادري هو شو بيسوي، اتفاجئوا بعض، ما يدري انا ايش بسوي، واذا سويت انا شغله اعطاني باص يجاريني او يعني يكمل الشغله اللي باصي. انا بقولها. حلو. يعني متعه. متعه اكيد اكيد. يعني انا الاحظ ان نجوم الكوميديا وهم شباب كله كوميدي، من يبدون يكبرون شويه بالعمر يدشون بالدراما والتراجيدي، أكثر من اسم عربي يعني وخليجي وكويتي عندنا شفناهم ياخذون هالمسيرة، بس أنت ليه الحين ما دشيت وايد؟ لا وأنا ولا أحب البكي بس لما يسوي بس لو لما يتكلم فعلياً يؤدي في 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 الـ في الـ أنا مشتغلة مع أستاذ سمير، في عنده نبرة بصوته تجبرك إنك تتفاعلين معه. أي خاصة في الدراما يبكي بس هو ما يبي. ليش؟ ما أدري. روح العالم ضعيف خلقه وما له نفسه. صح. وإننا بعد نبكي ونحط لهم قصص حزينة. أنا ما أيد. أنت ما تحب؟ أنا ما أحب. بس يعني إنك تغير لونك، ما تحب إنك تنوع شوية؟ أغير لوني حملة، أغير لوني حق الحزن إيش حق؟ بس قدم دراما مو ضروري. لا قدمت يعني قدمت دراما. دراما جد يعني. وأقدر أجيدها يعني. بس على قولة القايل هذا خطي يعني. أحب الخط هذا. حلو. نضحك نتغشمر يعني حتى العمل نعده وناسه. لأن الفن عندك هواية ما زالت. أنا أذكر مرة اشتغلت لغة عربية فصحى ويا فنانين من مصر، كان إخراج حسين الصالح. حسيت إنك شيء مو طبيعي، إنني لا أستطيع أن أرى شيئا بعد رحيل الزرقاء يا ابن رامين. يعني تحكي عدل مثل إلا حتى بالإذاعة ربعنا سمي حكيم كذي. لا 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 بعد فصحى لازم يعني لازم الفصحى تصير كذي مضخمة. زين هذا موضوع مهم. أنت يعني تأيد أن مثلا الأعمال التاريخية تكون باللهجات العامية؟ أأيد والله مع أنك تجيد الفصحى، وإحنا ما شاء الله يعني الخليج نجيد اللهجة أو اللغة العربية الفصحى الثقيلة هذه نجيدها. التكرار يعلم، برافات تعلم. فبس ربعنا تشدنك تشوفين عرجه هني ناطو ويتعجل ايش حقي عاد.
زين ليش ما ناخذ اللغه العربيه المبسطه البيضة. عشان الناس عشان الناس تقدر كل شيء يحط له سكون يعني مو شرط يقول لا الا اللغه العربيه إيه لان هذا التسكين هروب إيه؟ انت تي قاعد تنحاش تبين القصه إيه؟ ولا تبين التشكيل القصه إيه؟ تبين القصه إيه؟ بس مو من وراها يعني هم ان احنا قاعد ننشر الفصحى الفصحى لها مكانها يعني هذا مكانها لا 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 الكل يفهم اللي قاعد ينقال يعني الحين اللي يقولونه الحين كله فصحى 100% لان انا ما اعرف وانت ما تعرفين احنا واحنا اطفال كانت الكرتونز اللي نتابعها كلها بالفصحى اي وهذا اللي سبب بس تقويتنا لا بس مو شرط انها تكون كلها صحيحه يعني ما فيها اغلاط تشكيل لان ماكو مصحح وراهم اي ما في مصحح تعلمنا مخارج حروف على العموم هو موضوع والله صراحة مهم يعني بس أنا حابة أخذ مشاهد من هود الليل نرجع نتكلم عليه أكثر المينون ما يقعد اللي من المينون صرنا ميانين نفسه بعد شو نسوي لا حول ولا قوة قاعد نشوف شخصية محقان وطنة فيها وايد إسقاطات شو رأيك والله اثنين مخابير الشخصية زين وعطينا بعد على اسم زين يعني معطن بالكوميديا زين وانا هني كني هذا ملقح النخل ويا لبسي وانا هني دوري جليب النخم اي يعني هي جليب نخم عشان اسهلها لكم اللي ينظف الجلبان اي هذا دوري والمفروض اللي وياي العمي جمال الشطي جمال الشطي اي هو اللي وياي بالدور يعني بس يعني انا حسيت ان الدور كان فيه يعني شويه عمق انتوا قاعدين تسوونه كوميدي بس المفروض انه في رسائل من حواراتهم ويا بعض وصح كلامك الرسائل هذه مو كلها جاده فيها كسره شويه عرفتي شلون يعني دورنا يتطلب كذي يعني دور جليب النخم منظف جلبان يعني هو الدور لو بتحطينه بتصورينه واقعيا شي يطلع من الجليب يا ديايه يا قطو يا الدور كوميدي أي. بس احنا ما وصلنا طلعنا ديايه ولا طلعنا قطو بالحكي عاد انت والفرج بعد الشده لا يعني صراحه كانت شده متى الفرج ان شاء الله؟ 11 انا خلصت 22 يمكن 10 فكان اقول لهم يعني الافراج يلا الله فرج علي فالحمد لله بس هو كان تعب فعلا لانه كان بعز الحر ويكرم السامع لازم كلنا من غير نعول حفاه على الرمل فانصلخنا بصرخه محترمه لكن الحمد لله يا الفرج لا حر حر اي حتى انتم سجلتوا وصورتوا بالحر يعني شهر 7 كنا انتم وساعد هذه بطلتنا زهرة عرفات طاحت قالوا لي يعني انا اول يوم فعليا انا اول يوم ضربت لهم الاوردر اوف اي لان قلت لهم الروح قاعد تطلع روحي قاعد تطلع ف عاد حر ورطوبه لا ما كان رطوبه كان حر ما شفت الرطوبه رطوبه اهون اي الرطوبه اهون بس لا حر فعلا يعني لا حر حر موت يعني درجه حراره حوالي 60 احنا نشتغل اي مقشمره الكاميرات تحتر ويدخلونها داخل يبردونها ويردون يطلعونها برا عشان التصوير أي ما بالك البني آدم لا والله صراحة يعني مجهود تشكرون عليه بس مثل ما قلت لك يعني المسلسل كان فيه مجهود كبير وانت قدمتي دور مختلف ايش كثر مهم عندك هذا الدور هو حلو بس ماسخ لا مو ماسخ لا بس فعليا يعني انا كنت وايد مستمتعه بالعمل فعلا للامانه لان اللي خلاني مستمتعه اكثر ان في مفردات مفقوده من سنين ما نعرفها وشبه مندثره لكن اللي فادنا ان المؤلف الاستاذ مشاري حمود العميري كان يقعد في التصوير من اوله لاخره نعم يعني من الصبح ما في مشهد يتصور الا هو يكون موجود ومثلا قبل ما يقولون كان لان احنا في حقبه زمنيه ما حتى يدي ما لحق عليها 1800 وايد وايد اي وايد يعني ف كان لما كنت اقول كان كان يقول ما يقولون كان
قلت له زين يعني هو لاحق على الحقبه هذا اللي يقول لك هو قاعد يأرخ انا ما ادري هو اكيد اكيد لانه هو قاعد وايد يبحث في 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 الاحداث اللي قاعد تحصل الفتره الزمنيه شو يقولون غير يعني الحين مثلا ما نقول كان نشيلها من الموضوع نشيلها يعني الحين مثلا كانوا رحنا الدكان ذاك اليوم كان شو اقول ما يقولون كان رحنا الدكان ذاك اليوم بس كملي الجمله نلغيها اي انت كاسره الجمله مو عشان كان لا لا هو رحنا الدكان ذاك اليوم اي ذاك اليوم بدون كان لا ما في تعريف حق شيء صار بس هو بالمسلسل هذا كانت الكاف كلها يسوونها تشا كان اي هذه اللغه التشا والكاف والجيم بيننا احنا حتى بالكويت تفرق بين شكر وشكر صح زين هالجبله معنا ترى قراب لا بس هذا ما اعطينا زينك بعد احنا وايد طلعت في لهجات بالكويت كل منطقه القرويه طلاس الجهره الشرق مرقاب جبله كلها اليوم بالحلقه تقول انا قلت كلمتي وبعدين وايد تفكرين إيه وين انا شنو قاعد اسولف بعدين انتبهت شنو قاعد اقول لا بس تفكرين افكر وفوتشر لا تفكرين اي بس ما يقول تراك بعض في ناس موجوده على كل شيء يصير فيه شيء ما يصير ما ندري انه ما يصير هو صح كلامك وايضا صح كلامك واحنا يمكن تناقشنا وايد خلال الشهر الفضيل هذا بالذات مع عدد من المختصين عن موضوع اللهجات الكويتيه المختلفه واتفقنا انه خلي يطلع اللي يطلع كل واحد وكيفه منطقه كل واحد ومنطقته وكل كاتب والجهه اللي يبي يمشي فيها مسلسله طيب بطن وظهر كان يعني صراحه فريق جميل جدا وياك وسواء الشباب او النجوم الكبار احمد الجسمي سعاد علي صحيح. يعني صراحة مسلسل جميل جدا أنا الأمانة ما شفته بس أنا كنت مستمتعة في وقت الشغل لأن كان مفروض أن أنا ولد الأستاذ سعاد علي نعم دعمني فكنت يعني حتى الموضوع غلط أن أنا جاية قلب البقي دعم البقي وأنا كنت أسوق بقي عشان أقول لهم أنا أسوق بقي ليش شلون أسوق بقي المهم ان البقي انقلب وصورنا المشهد سويتي لا ما سويت البقي وانا اسوق البقي انا زين بالغصب اسوق السياره بعد بقي المهم فبعدين ادخل ان انا فاقد الذاكره واعيش معاهم في البيت على ما يعرفون وين اهلي ودنيتي وتفاصيل واهم شيء ان انا احب الخباز وبتزوجه وبعدين يطلع فجاه ريلي حركت الحلقات الاخيره لا ما حركتي قولي نبي شويه سكوبات خلاص لا تخلوني اندمج بالحكي لان كل شيء راح ينقال يعني عادي اقول لكم يا سيدي عبد الملك اخر شيء شو يصير اي والله يا ريت ايش رايك المشاهدين اسحب منها شهرين لا احنا نبي الناس تستمتع اكيد ويعني الحبكه لازم توصل للنهايه عشان بعد ما نبي نزعل الشباب منا نكمل ان شاء الله حوارنا بعد ما نشوف شويه لقطات من بطن وظهر قلت لهم منو التوأم شنو كم توأم ليش كلهم كذي صح كل واحد غير الثاني يعني هذا بطريق جيه بالسعودية ولا شو الموضوع احنا طبعا طلعنا على الهواء مشاهدينا كنا قاعدين نتكلم ان الفكرة من المسلسل ان اربع شباب اخوان هم توائم فانا قاعد اقول حق ياسر ليش يعني كل واحد له شخصية له شكل له لهجة ولا وتوائم اي وتوائم توائم حتى الالوان ما لها علاقه الاشباه ما لها علاقه وفوق هذا بعد اللهجه يعني موضوع ما ادري يمكن فانتازيا يمكن وجهه نظر المؤلف وحتى البنات الثانيين هم توائم وكل واحده بصوب بالضبط وكل واحده لهجه بس بالنهايه كانت المشاهد حلوه ومضحكه شنو اكثر شيء حبيتي خصوصا ان هذا عملك الوحيد الكوميدي السنه هذه هو انا استمتع جدا فعليا ان انا اشتغل مع استاذ سعد علي لما قالوا الام انا لاني ما شفت الجزء الاولاني يعني فما عندي فكره عنه الام سعد علي كان اقول لهم خلاص عيل ما احنا مصورين لان انا اضحك من غير ما تسولف وياي يعني صعب ما شاء الله بس عليها هي جميله تحتوي حتى الشباب كلهم من اول بداياتي اول ما بلشت اشتغلت معاها كنت اضحك فما اقدر كان يقول يعني بنصور ولا ما احنا مصورين كانت تقول ما لكم شغل فيها خلوها لما تخلص ضحكه تصور فعلا يعني ساعات يعني الواحد لما يفصل بالضحك ما يقدر يجمع مره ثانيه ولا يمسك نفسه انتم كلكم كوميديانات بالست
إيه نفصل فعلاً نضحك 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 نضحك. المخرج لحسن الحظ إن المخرج في العمل هذا كان أستاذ صادق بهبهاني، كان عنده طولة بال غير طبيعية يعني. حلو. قلت له بصراحة أول مرة أشتغل معاك كدراما 30 حلقة وكوميديا والكل مشتط بصوب ونكتون ونقول وإفهات ونضحك ونفصل ونروح ونرد، ف يعني شكراً فعلياً. أنا الحين أقول له شكراً إن تحملنا والله والله. عادة تحبين حلقاتك تكون كل المسلسل ولا ما تتشرطين هالشيء؟ لا ما أشترط، لا أبداً. أنا ممكن أطلع حلقتين بس شنو راح أقول؟ هذا المهم بالنسبة لي من زمان، يعني من أول ما بلش دائماً أقول مو مهم 30 حلقة، من 1 لـ30 ويخلص المسلسل وأنت ما تدري إذا أنا موجودة ولا لا. أي يعني في شخصيات ما تأثر في العمل 30 حلقة بس ما يأثرون وجودهم مثل عدمه. نعم. لكن لما يكون مثلا 3 حلقات 4 حلقات يعني أنا هني يمكن 12 حلقة. أي. فعادي يعني بالنسبة لي شنو راح أقول؟ شنو التغيير؟ بقية المسلسلات 30 حلقة. ياسين كنا 28 أو 25، فرج بعد الشدة أعتقد 20. إيه بس أي. يعني شفنا حسينا إن أنت يعني موجودة. إيه موجودة دائما. المشكلة إن اتفقوا معك أستاذ سمير على 4 حلقات ولقيناك منور 8 حلقات. هذا الاتفاق اللي ضيعنا. يسمح المنتج. لا بس الأمانة إيه. قال لي لك زود وبعطيك يعني. هذا بالماديات، لكن اذا تكلمنا عن الموضوع من ناحيه فنيه بناء درامي، يعني المفروض ان انت قاعد تقرا النص من البدايه وانت عارف شخصيتك وين بتروح، اذا زادوا لك 4 حلقات معناته تغيرت البنيه كامله. وكلامك كله صح. يعني احنا ساعات المخرج او المنتج يشوف فلان قاعد يعطي فيقول وشوف فتور عنده بالمسلسل فيقول يقول خنا استغله اي مدان هو موجود وياي خنا ازيده اساس يقوي المسلسل عرفت شلون؟ وهذا تحصل ويانا وايد. وساعات العكس يكون المنتج حيال حيال فهذه طاحوا فيها كل الممثلين تقريبا يعني، وكلهم يعانون من هالمشكله هذه. انه يبون مثلا 5 حلقات ولا اقول حب 10 حلقات او 11 حلقه زين، عاد بعضهم يعوضه وبعضهم يقول عاد انا اخوك انسى وانا خسران وانا كذا وانا يعطيه عاد انه كلش طايح اي على اساس يساعده. عاد انا ما ابي شيشك بس ترى متوزع على وايد قنوات هود الليل. خلينا ساكت قلنا لا يعني ليش كذي احمد عبد الله لا تزعل بس ترى انت موزع ومسلسل ناجح. لا لا يزعل الحين موعدنا عنده عمل بعد الحين شهر 5 يدش فيه. ليش بالصيف؟ مو احسن له؟ قال واحد قال لي هذا منتج ذكي. قلت له شلون ذكي؟ كان يقول العالم كلها توقف توقف بالصيف كل شيء عنده تحت ايده لا يدور هذا ولا يدور ذاك ومثل اللي يتمنن عليه يلقى غيره صحيح راعي كاميرا يجرب بسعر يلقى ارخص يعني طيب فيقول فرصته الصيف. زين عفوا بالسؤال فرصته بالصيف زين واذا فرصته قبل رمضان شنو؟ نفس الشيء قبل رمضان بشوي نفس الشيء لا عند المنتجين تفرق حتى قبل رمضان بس يكونوا الفنانين خلاص تكلموا اشتغلوا وارتفقوا ومعدات راحت بس في وقت قاعدين ما في شغل فعادي لا لا ما قاعدين واحد اجاره 5000 خليه قاعد يقول لك هذا ايش حق اجيبه مسلسلي يخسرني كذي المنتج عقليته كذي ريال تاجر ومن حقه يصير تاجر يبي يربح ايش حق انا اجيب لي واحد غالي هيب بسعره 4 ممثلين كذي بس انا اشوف ان التوقيت مناسب يعني احنا لما نصور او من بعد رمضان على من بعد العيد على طول يصير في عندنا مساحه لان في ناس تدخل شهر 10 في ناس تدخل شهر 12 في ناس تدخل شهر 9 في ناس تدخل شهر 1 تصور فاحنا نكون اوريدي العمل الثقيل او الاساسي بالنسبه لنا خلص خلصنا فيما بعد عاد الاعمال التي عاد ما في مشكله اي بس انتم اذا صورتوا بالصيف تكونوا عارفين انه حق رمضان مثلا؟ اي قالوا لنا إيه. واذا قالوا لكم انه حق رمضان تزيدون الاجور؟ يفرق معاكم؟ لا 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 احنا ما يقولوا انا ما من ناحيتي انا ما ينقال لي انه حق رمضان ينقال لي مو حق رمضان ينقصون الاجور نشتغل ليش؟ هو الموسم هذا عز الموسم لا بده تزيدين عشان يربح
يقول انا طيار تاجر بربح. فبعد قاعد ازيدهم هو فرصته بالصيف قاعدين بطاليه اللي مو مسافر واللي قاعد واللي ما عنده شغل فرصته انه ياخذهم قبل لا يرتبطون. والله الامانه انا اشوف السنه هذه كان في يعني سخاء بالانتاج، يعني الاعمال ما اتكلم عن الاجور لان ما اعلم شنو هي الاجور، لكن الصوره على الشاشه كان هناك سخاء. صح. يعني الديكورات، الميك اب، اللبس، يعني مصروف عليه. باب الاعمال مو كلها، انا قاعد اتكلم عن التراثي. انا يعني الشده بعد الفرج بعد الشده مصروف عليه، يعني تحسين ان المسلسل ثقيل. صح ثقيل. لا 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 كسر صدق والله كممثلين، يعني لاحظي كم الممثلين الموجود فيه مو طبيعي. يعني ما بين الكويت والسعوديه وما بين قطر، يعني وايد ممثلين. لو رد الخط الموازي قبل منتجين اللي قبل ذيله كان ما في خط موازي. تدري شنو الخط الموازي؟ مثلا انا قاعد امثل مشهد بالسوق، على الاقل واحد يمر، واحد شايل كيس، واحد كذا. قبل ما كان هالشيء، قطعوه سيده يطلع المشهد، الممثلين قاعدين ويحكون، ما يطلع لنا شنو الشيء، المجاميع او الباك جراوند الخاص. الحين ردوا الخط الموازي. زين هذا بعد ما صرف عشان نعيش الجو كمشاهدين. يعني قبل لا يدش الممثل مثلا يقول حواره، يدش واحد مثلا دكان قبله يشتري شغله او مره يدش يعطي طبيعيه اكثر. هذا يعطي جو حلو. الحين ردوا الخط هذا حلو. شنو بعد حسيت انه فرقت معك كممثل وكمتابع يعني للاعمال؟ فرقت وياي مو كممثل، اكثر الاعمال التراثيه يبي لها واحد مختص بالتراث يوقف. يعني هالنفنوف ترى ما كانوا يلبسونه قبل. الثوب ما كان الزري اوفر. حب الماي ما كان كذي. هذه تنقص على شغله. الصفره الحين شفت لي مشهد من مسلسلكم انت وسعد الفري، الصفره معلقينها داخل بالصاله، الصفره يا بالحوش يا بالمطبخ. هذا تخصص الديكور، المفروض انه يكون في ديكور. هذا تخصص اكسسوارات، هو يمكن ارت دايركتور بعد. بس هذا الجيل هذا ما يدري. لا بالعكس، بس لازم بحث. لازم نعلمه. وما يدري الجيل هذا ايش دراه. الحين كل شيء متوفر، الابحاث موجوده، المتخصصين موجودين حتى لو كانوا صغار بالعمر. حتى بعض المتخصصين يعني كثرت الكتب وكثروا العلماء وكثروا الباحثين. مو كل شيء كتب صح. صح. مو كل شيء تقرينه عبالك صح. هذه من الطوف عليه، يعني ماكو بعد من وراهم. هذا مثلا عاد نفسه انه خبير في 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 خلينا نقول تراث الكويت، يعني الناس وايد تعيشت عن فيلتش. فلما يسال هالفيلتش قال يبا مو صح، هذا كل اللي كتبوه غلط. زين لحد الان ما حد وثق فيلتشه، الفيلتشاويين قاعد يقولون نفسهم. سموا لي اسم واحد بس قالوا بعد فيلتشه ما توثقت عدل. عاد هذا اتوقع لازم يكون يعني على عاتق المجلس الوطني، هم اللي يوثقون وهم اللي يرشفون وهم اللي يسوون ابحاثهم. هذا اللي اقول، بس الرجل المناسب في المكان المناسب. حلو حلو. عشان يعطيني شيء صح. ياسر، مثل ما قلت حق الأستاذ سمير، يعني ساعات نحس أن الشخصية تأتي على نهاية الأيام ويختلف الوضع الخط. كله وبس خلاص، يعني بسكر الحلقات ما أدري شلون أسكرها. الخط يضيع في عمل من الأعمال بدون ذكر أسماء. اشتغلنا فإحنا ظهرنا في أو راح نعرف لأنه اشتغلنا في سنة من السنين، مو هالسنة من قبل. قولي مبيعاتي. اشتغلنا فظهورنا كان في الجزء الأخير من الحلقات. وبعدين قاعدين كان أسأل إحنا وين بنروح؟ يعني وين طلعنا الشخصية لي وين؟ طلعنا وفجأة اختفينا وما حد ذكرنا، وركزتوا على الشخصيات الرئيسية في المسلسل. فهذيل الشخصيات الرئيسية التقوا فينا، فوين بيروحون؟ حلو. فبعدين انضاف مشاهد تحدد احنا وين وصلنا. هذا لازم فعليا، انا حتى كنت توني قاعد اقول مع استاذ سمير، اللي يكتب نص لازم يرجع يقرا،
واذا قرا ولقى نفسه انه توب لازم احد ثاني يقرا يراجع وراه عشان يشوفه من جهه من برا الصندوق يشوف النص عشان نعرف، لان في خطوط تنكتب وبعدين التوه وسط الشخصيات ووسط الحلقات والموضوع كله يضيع والشخصيات هذه تختفي وين تروح ما تدري. يمكن في شخصية ياسين عبد الملك الشخصيات الكثيرة اللي موجودة لقينا شوية قاعد نضيع مع يعني دورك ودور فتاة سلطان، ولدك الثاني شلون يتزوج خالته في مسلسلكم شوية كان في لخبطة لما شفنا زهرة عرفات حاقدة على عمها بعدين خذت ريل أختها، ساعات كذي ما يكون في توضيح ما يكون في فرشة حق هالعقد هذه اللي يبيلها. في مسلسلنا كان في فلاش باك بس كان في محتاجين نأكد المعلومات إن نقول في الحوارات إن هو مو ولدي هذا مو ولدي هذا ولد ريلي اللي توفى فأنا كملت تربيته. حتى يعني في احيانا هو وهذا انا اقوله صراحه حق محمد النشمي اوجه لك التحيه على هالسنه يعني طلعني من قعر الزجاجه ان كان محتاج يضيف في الحوارات او في بعض المشاهد ياكد لنا ان هي اختي وان الولد اللي تزوجها مو ولدي عشان الناس ما تتخربط، لان قالت صريحه ان انت تزوجت خالتك. إيه فدخلنا في المحرمات فالناس ضاعت يعني فالناس ضاعت والفلاش باك على قولتك صراحة أنا ضاع مني ما شفته ما انتبهت له نحط كذا مرة بس إنه لازم نأكدها فما يعني ضاعت. بس النوعية هذه يعني شلون نعالجها دراميا خصوصا أنت كاتب بعد يعني أنت تألف. شوفي النوعية هذه قبل احنا كله نستند بالماضي المؤلف موجود بالاستديو الحين المؤلف موجود بالاستديو ما يدري شنو هو كاتب موجود مو موجود ما يدري يمكن هو يبي حشيش عن هو اللغط هذا اللي يصير على حشيش على الاعمال اللي اشتغلت فيها حود الليل قاعد كذي عم خلص المشهد قاعد شوي ولا يبي له ورقه اقرا شقرا قال طلع لك مشهد جديد مضاف انا احس الكاتب شنو قاعد يعني يطلع شغلات جديده ببهاراته حق مسلسل ولا عنده نقص التايم ولا ماني عارف يعني وهذه الساعات تخسبك تضيع المخرج مو تضيعني انا بعد تضيع المخرج زين ساعات المخرج يضيع ساعات انا مخرجنا هو الليل شفته لقيت كم مشي قال لي الخط ماشي كذي انا اروح كذي ما يصير لقيت كم مشهد اللي كاتبينهم اليدد حسين ابو قال لي هذا المشهد يعني حتى المؤلف ما اتفق ويا ما اتفق مع المخرج عرفتي شلون امسي بالخير مشعل الرقعي والكاتب قاضب الكشكول ويكتب بس تدري استاذ سمير يعني انت وانت قاعد تتكلم على تذكرت شغله ان هذه ترى شغله حتى الفنانين بمصر السنه هذه بالذات احنا كمشاهدين حسينا فيها وعدد من النجوم اعترفوا فيها ان ساعات يمثلون هم اثناء بث الحلقات يعني الحلقات طلعت برمضان وهم قاعدين يصورون فالمؤلف يشوف الشارع وين رايح مع هالشخصيه فيزيد عليها الشارع والله ما احب هالشخصيه فتلاقيه ذبحها. لا هذا مو صح هذا اللي قاعد يصير مو صح هذا اللي قاعد يصير لا كلامها صحيح لا قصدي مو صح الأعمال التركية. إن هذا التصرف يتم وانت يعني هم قاعد يصورون وشرط هذا ساعات اذا المنتج بعد صار ممثل هذا حصلت وياي وايد يعني عندنا بالديره منتج وممثل يبي كل شيء حقه منتج وممثل ومخرج يبي يصير لا يتحكم يبي يصير بطل بفلوسه يقول المخرج هذا غلط قال لا مثل اللي يقول له تبي ولا يجيب مخرج غيرك كذي هذه موجوده خاصه اللي راح الله يرحمه واللي موجود منتج وممثل مشكله عوده عندنا يكون شويه اناني شويه يا ريت شويه ايش كثر ساعات يغلط لا يعني نتحكي الصيج خلي الناس
تعرف لمتى احنا نكتب لا لا خذ راحتك ايه اكيد اي ايه فدايما شو نقول عنه ربعنا واخواننا وكل شيء بس هالأمانية موجودة منتج وممثل يبي كل شيء حقه يعني شيء فانت مع ان المخرج او المنتج اذا هو قاعد ينتج المسلسل يوخر لا يصير هو بعد مشارك بالعمل يفضل يفضل طبعا المفروض خلاص المخرج هو القائد المخرج المفروض كنترول كله عند المخرج خلاص انتم سلمتوني النص سلمتوني العمل سلمتوني الممثلين ديكوركم جاهز هذا دوري انا اي بس يسوي بعض المخرجين ضعيف ما يقدر يتحكى ومحتاج خرده بعد يسكت يفلح زمن خردة زمن خردة صحي هذا ينفع مسلسل تكتب لنا يا كوميدي إن شاء الله عندنا فقرة اسمها فقرة بوفلان نشوف شنو الأسئلة اللي موجهها لحضراتكم نشوفها ويا بعض مساكم الله بالخير والكرامة بوفلان يحييكم ويحيي جمنيتي يا غادة إن شاء الله أنك تكونين بخير صحة وسلامة أحييك وأحيي ضيوفك اللي منورينا ما شاء الله ما شاء الله أبلش بفناننا الكبير القدير سمير القلاف يحيي الله من يانا وعسى الله يحفظك ويطول بعمرك يا يبا ولك طولة العمر بصحة وسلامة إن شاء الله فنان كبير وفنان قدير الواحد شنو يقول من وين يبلش من وين ينتهي يعني قامة فنية كبيرة ضحكتنا وايد وأثرت فينا وايد وعرفناك بشخصياتك إن كانت شخصية مرعوب ولا صالح ولد مصالح حال يحب السبال وعندك تعلوق ليومك تنقال هذا دليل النجاح اللي هي غاقوق عسى الله يحفظك ويهنيك كثر ما فرحتنا يا يبا يا فناننا الكبير 50 سنة من العطاء اللي شبه متواصل نقدر نقول له اليوم عسى الله يحفظك ان شاء الله لكن انا اللي ضيق خلقي انك ان سمعت معلومه يا يبا انك مره واحده في حياتك المهنيه تكرمت بهال50 سنة مره واحده تكرم انا هذا عتب مني وجهه حق الناس والجهات المسؤوله ليه متى يا يبا هذا يعني أنا أبي تعليقك عليه وكلامك الصادق ورأيك الصادق بهالموضوع وعسى الله يحفظك إن شاء الله بس أنا أبي أسأل الحين فتشوا ولا ما فتشوا من اللي فتشوا هذه المسرحية أنا وأحمد جوهر الله يرحمه ما تلقيتوا يسألني الجندي العراقي المدارس فتشوا أقول له فتشوا ولا ما فتشوا المدارس نعم المهم على سؤاله شوف الشخصية اللي تطلع من البداية تتم وهي الإنسان للنهاية فريش شوقي فريش شوقي طق بوكسات زين طول أيامه محمود المليجي مجرم طول أيامه بوعليوي الله يرحمه بوعليوي طول أيامه محمد جابر العيدروسي العيدروسي طول أيامه بصالح النفيسي وهو نفس الدور بصالح النفيسي على كبر هذا خط يا حجي ما يتغير أي مؤلف بغيره ما يتغير فلان كذي طريقة نفس إسماعيل ياسين يعني إسماعيل ياسين عبد السلام النابلسي عبد السلام النابلسي لما قرر انه يغير يطلع من غوار الناس ما تقبل توايد اي يضيع فني حق هذا سؤالك جاوبنا ومن أصعب الأدوار انك تضحكني صحيح صح ومن أسهل الأدوار انك تبكيني صح وهذا الجواب أي. طيب وعنده سؤال ثاني اللي هو التكريم 50 سنة تكريم واحد فقط هذا عاد نعاتب المسؤولين
هم بعد ترى هذه الاختيارات مو بيد الفنانين ولا بيد بعد يمكن اللجان او شغله بيد يمكن اللي فوق وتقول والديرة هني محسوبيات. انا مسؤول ولد عمي موظف عندي ولد عمي اقرب حتى لو ذاك ماخذ شهاده وعنده شهاده عليا والدوله صارفه عليه فلوس وموديته برا وتعلم ورد لا هذا محسوب علي انا احطه هذا هو المسؤول على هالمتعلم هذا موجوده عندنا لا نكذب على نفسنا ولا نقص على نفسنا بالفن وبرا الفن حتى بالكره نعم لاعب يلعب تمام مو محسوب على الإدارة النادي والمشرف الرياضي وهذا زين ينزل الثاني يخلي اللاعب الزين هذه موجودة المحسوبية الرياضيين يعني. هم حاشوني بهالسالفة هذه نعم يعني الشيء هذا موجود طيب نشوف بفلان شو عنده من أسئلة حق ياسر ليش يا شاي ثانية يا غادة ولا عليك أمور وقاطع كلامكم بالخير إن شاء الله ترحيب كبير الفنانة ياسة يحيى الله من يانا يحيى الله بنيتي مسفرة ومنورة عسى الله يحفظك ومنورتنا بالاي تي في يا ياسة أنا تراني مثل أبوك ها والأبو يحس بعياله تنشوفك ما شاء الله تأدين وتمثلين وتبدعين في أعمالك لكن أنا أشوف بعيونك كلام كثير ما أدري يعني هل 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 هل, 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 هل العيون على قولتهم تحكي بوايد سوالف وأنا أحسك متضايقة من شيء ولا في شيء شاغل بالك ولا ممكن هي مصاعب حياة اشكيلي يا يبا قولي لي شو ده أنا أقدر أساعدك أو أي حد من اللي حوالينك يساعدك قولي لنا يا يبا مشرفتنا ومنورتنا وما نبيلك إلا كل الخير يا يبا اليوم ولا إن شاء الله آخر يوم بصحة وسلامة من العمر عسى الله يحفظك ونورتينا يا يبا شكرا هاي يا ياسر ماكو شيء شنو إجابتك ما عندي شيء شنو الحزن اللي يقرا بعيونك بفلان ما شنو بفلان شنو قرأت زنقول لا أنت مكدرة قاعد أقدون كلامه اي مغضوب لا ماكو شيء ماكو شيء ما هي من وين يا بالتقدير ماكو شيء الحمد لله ان شاء الله ما عمرك تكونين كدرانة ان شاء الله دائما الفرح يكون هو طريقك والتنهيدة هذه لا في حزن لا التنهيدة ما اطوفها ماكو شيء لا ماكو شيء بس يمكن تحسين شويه ان مثلا حقك مهضوم نوعا ما المفروض يعني ان صار لك سنين طويله وما شاء الله محبوبه جدا من الجمهور لكن 20 سنه 20 كملت يعني قفلت نعم. 20 اي ومن اول سنه وانا بعتزل للحين ما اعتزل من اول سنه بتعتزلين اول سنه ما ادري متى اعتزل لا تعتزلين من صدق قدام هالطريق خساره للمشاهد وان شاء الله ان شاء الله لو السنه هذه ثلاث اعمال معناته الباب انفتح اكثر الحمد لله شنو اللي يخلي الممثل يعني يثبت اقدامه هم من محسوبيات وواسطات وعلاقات اجتماعيه ولا كل سمير انت اللي جاوب انا ما جاوب على هالسؤال انا جاوب ما في ممثل يثبت اقدامه والاداء جوده الاداء هذه شلون ما تثبت اقدام الفنان لا ترد على الفنان جوده الاداء يعني عرفت اي الفنان الذكي يخلي له بكل عمل بصمه بس يعني استاذ اقطع كلامك بالخير احيانا يكون الممثل ضعيف نعم ضعيف هذا شيء غلط فيه ضعيف فلما يمثل مشهد قدام الكاميرا في مخرج ما يقول ينبه او يعدل لا تقول كذي لا قول كذي لا في احيانا مخرج يوقف الممثل ويقول له هذا اداء مو صح لكن في مخرج احيانا حتى لو شايفه مو صح قاعد يطوفه هذه مشكله براضي المنتج هذه المحسوبيات هذا هو عشان ولا الممثل مخرج قوي لا يوقف المشهد في مخرجين انا يعني الله يرحمه عبد الامير مطر الله يرحمه كان من الناس اللي مو تقولي لي فلان وعلان انا مخرج انا اللي ابي الشيء هذا يصير
ما تبي كيفك انت وعملك يسوي شيء يعني في أيوة. في مخرجين في مخرج قايد اي في أيوة مخرجين المفروض المخرج هو قائد العمل. طيب انا باخذ منكم كلمه اخيره نختم فيها حلقتنا، من يحب يبدا وش اللي تبي تقوله؟ تفضلي. ما عندي شيء اقوله غير كل عام وانتم بخير وعساكم تعودون كل رمضان تصومون وان شاء الله يا ربي يرجعون يعني ايه هذا هو عشان كل الشهر كله مناسبات نقولها مره واحده وان شاء الله عيد مبارك على الامه الاسلاميه والعربيه كلها يا رب وينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه وعليك يا رب يا حبيبتي وشكرا لوجودك معنا اليوم الجميله انا مصمم يعني حبيبتي والله تسلمين وانا اقول بعيد كل عام وانتم بخير ورمضان صحه وسلامه بينا فينا وبليان هالشهر الكريم زين نشكر قناتكم ونشكركم ونشكر المستمعين والمشاهدين عسى ما صرنا تقال عليكم لا أبدا زين وسامحونا وما شاء الله أنت بعد مذيعتنا متألقة الله يحفظك الله يزيدك جمال ويزيدك الله يسلمك ما شاء الله طالع الشاشة والله يحفظكم إن شاء الله كل عام وانتم بخير شكرا شكرا جزيلا لكم ومشاهدينا أرجع ألتقي معاكم باكر إن شاء الله مع السلامة